حاطه منهج منهج. يلا 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 سولف يلا سولف يلا عافية يلا لعبوا لعبوا. شلون ذكية ستي صغيرة بعض شلون تلبس ليمين دار الطفولة الأيتام في الصالحية هي من الدور الإيوائية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويضم الدار العديد من المستفيدين والمستفيدات اللي أعمارهم من عمر يوم إلى عمر دون السنوات. الخدمات اللي يقدمها الدار كل الخدمات اللي يحتاجها الطفل من خدمة ورعاية وخدمات اجتماعية كان نكون احنا أسرة بديل الأسرة اللي حرموا من عندها بما نقدم لهم من حنان ورعاية ومتابعة، خدمات تثقيفية بأن الحكم برياض الأطفال التابعة لوزارة التربية، خدمات صحية اللي عندنا مفرزة مناسبة من المركز الصحي اللي بالصالحية. دار إيوائية تضم جميع الحالات، يعني من تفكك أسري، مجهولي النسب، حالات الطلاق، وفاة الوالدين، هاي الحالات الأخرى، مجهولي النسب، ضالي الطريق، يجيبوهم الشرطة أو تسجيل عن طريق الرعاية الاجتماعية. هو قاعد ما يطلع ما يطلع بس هو ما محمد يدري وين الحالات. الأيتام أكثر شريحة مضرة بالعراق من سبب النزاعات السياسية بيناتهم يتخالفون، أيتام التفجيرات ولا أيتام الإرهاب ولا أيتام البوق السلل، إنها يعني وضعية ما تطاق بعد بالعراق، يعني ما بدينا ما نحافظ على أطفالنا يروحون للمدارس أبد ما نحافظ، ولا يعني مو ما نحافظ ما نأمن. سبب العمليات الإرهابية وسبب الحروب وسبب تنازع السياسيين فأدت إلى الكثير من يعني العوائل السيبت، فتركت الأب يموت ويترك عائلة، الأم تموت وتترك عائلة، فالطفل يكون عرضة للشارع، فيتعرض للتعرض الجنسي، تعرض للإرهاب، يعني تأخذه في الجهات يعني تسيطر على وضعيته، تعلم الحقد، تعلم هاي الجرائم اللي تصير كلها أطفال دي يقومون بيها مو كبار يعني. Thank you.